بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ورجعنا لكم فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين، بنتكلم فيه عن كرباتير الماتسوبيشي او كريستال. كرباتير الماتسوبيشي بيبقى فيه مجموعة من الاعطال، معظم الشكاوى منه حضراتكم استهلاك البنزين، و في من ضمن الاعطال كتير برضو بيقولوا لي ان هو بيعمل معاهم كتمه في التزويق، لما يجي يزود العربيه بتعمل كتمه، وخصوصا في العربات اللي بتبقى هيدروماتيك. فالنهارده ان شاء الله رب العالمين هنحاول مع بعض كده ان شاء الله نشوف ايه سبب الكتمه اللي بتحصل ديت وسبب استهلاك البنزين. ده احنا كده بنفك حضراتكم الحوض بتاع العوامه، او الحوض اللي بيفضل فيه البنزين متحوش عشان الكربراتير يدور بيه. الحوض بيتحل باربع مصامير زي ما حضراتكم شايفين. ارفع كده بسم الله، هنلاقي الكباس تحتيه سوسته، وده بتبقى ده طبعا ده حوض البنزين. مفروض كده بيحصل بخ البنزين ده، لو مفيش هنا مشكله هنجيب بنزين دلوقتي ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم. دي العوامه حضراتكم بتاعته، ودي الابره. في بعض الاوقات بيبقى في ورا الابره هنا بواسل، ده البنزين حضراتكم. نجهز بس كده، نحط بنزين في الحوض بسم الله ونشوف كده. الجزئيه دي كده مفيش فيها مشكله. بصوا حضراتكم اضغط هنا بتطلع نسبه البنزين هنا اهي. ده طبعا بيخش بعد كده على بقيه المجرى بتاعته. فهنا بالنسبه بس جزئيه الكتمه هنا مش موجوده. تحت الابره دي في مصفى، المصفى ديت برضو بتبقى شايله رواسب كتير. المصفى دي حضراتكم بتبقى مكتومه كلها بالرواسب، بتبقى فيه رواسب هنا بسبب ان معظم الاحباب بينسوا يغيروا فلتر البنزين، فبيجي ضغط الترومبه تجيب البنزين برواسب، فتبتدي تتحوش ورا الابره هنا، فتعمل تخلي ضغط البنزين هنا قليل، كميه البنزين بتبقى في الحوض هنا بتبقى كميه قليله، وخصوصا في العربيه لما تجري سرعات، لما بنيجي نجري بسرعات عاليه نلاقي العربيه عملت كتمه بسبب ان هنا البنزين اللي هنا مفيش تعويض عليه بسرعه. عاوزين بقى نفك البستم عشان نشوف الرشاش، بقيه الرشاش عامل ازاي، او لما بندوس عليه برجلينا نزود الرشاش بيرش منين. وهوريكم برده الجزئيه اللي بتتكتم عشان بتخلي الرشاش ما بيكملش الرشه بتاعته، ولو ما كملش الرشه بتاعته طبعا بتعمل كتمه زي ما قلت لحضراتكم في اول الدوسه. وبعض العربيات بتغيب العربيه في الدواره، ده لو السخان بتاعها مش شغال تخلي العربيه تغيب في الدواره كتير قوي. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده برده فيديو مفصل عن البيستم ده، ولسه ان شاء رب العالمين ليكم ان شاء الله ليكم عندي فيديو هنتكلم فيه بالتفصيل عن البيستم ده، لان البيستم ده موضوع لوحده. احنا كنا بنتكلم هنا زي ما قلت لحضراتكم عن الرشاش والكتمه اللي بيعملها الكربراتير. احنا لو ركبنا الجزء ده هنا كده عشان نشوف بقيه الرشاش، زي ما حضراتكم شايفين ما بقفلوش تقفيل كامل، ده هو بس الجزئيه دي. هنبتدي ندوس زي ما شايفين كده حضراتكم، لو انتم شايفين بزود من هنا بيرش بنزين زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده كده الرشاش بتاع الكربراتير كده شغال كويس، ده ما يعملش كده كتمه في بدايه الدوسه. زي ما قلت لكم انا بوريكم العيوب اللي بتحصل. انا كصاحب عربيه مثلا اعرف ازاي ان الرشاش هو السبب في الكتمه ديت. بيبقى الكربراتير متقفل، لو تخيلنا ان هو متقفل كده، بتيجي حضرتك مشكورا بترجع البستم ده كده باي فك وعامله زقه كده ومثبته، زود اكسلاتير. بص معايا كده حضرتك لما تيجي تزود هيرش كده، وانت هتشوف هتلاقيه يرش، يبقى كده الرشاش شغال. طب لو الرشاش مش شغال انا عرفت
ايه السبب اللي عامل لي كتمه في الدوسه عشان ما اروحش لحد يتوهني ويكبرني الموضوع ان الرشاشه تلاقيه مش شغال فهو ده اللي عامل لك كتمه في الدوسه. طيب لو افترضنا ان الجزئيه ديت مش شغاله ان انا بزود كده ما كانش بيرش اللي هي الرشه اللي وريتها لكم ديت. طبعا هو ده المكان اللي هيرش منه، هنفخ لكم هواء في المجرى بتاعته عشان تشوفوه. هو ده المكان. لو انت عاوز تعملها بايديك مفيش مشكله، بتجيب حضرتك سلكه شعر رفيعه زي ديت، طبعا بتبقى من فوق الكبتين، وتبتدي تشوف الخرم اللي انا وريته لك هنا. انت شايف هنا كده، هنا سلك الشعر اهي قدامكم قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده، دي سلك الشعر بحطها في المكان ده واحاول ان انا ايه ازقها كده بالشكل ده. هنبص لها ان شاء الله، ده لو كانت مش سالكه هتلاقوا سلكك ان شاء الله تبقى معاكم. موضوع الرشاش، مجرة الرشاش بيس قوي ده بالنسبه زي ما قلت لحضراتكم لو كاتمه في اول الجسم. طب بالنسبه انا بلاقي بقى استهلاك بنزين معايا، استهلاك البنزين معظم استهلاك البنزين بيجي حضراتكم من البك بتاعها اللي هو هنا. هفكه لحضراتكم حالا، دي طريقه فكه، بنفك المسمار دوت وبنعمل كده. هو دوت، هو ده حضراتكم زي ما انتم شايفين كده الجزء دوت، دي الاورنجات ديت. الاورنجات ديت لو مقطعه وفيها تاكل زي ده كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده اللي هيخلي العربيه تستهلك بنزين الاورنجات ديت. فاحنا طبعا بنغيرها، والاورنجات دي انا كنت قلت قبل كده مقاساتها لحضراتكم، الاورنج دوت ده بيبقى مقاسه التخانه بتاعته 1 مللي 6 في 1 والتاني 7 في 1. حضراتكم مشكوره لو رحت لاي بتاع اورنجات او امسيهات هو عارف يعني المقاسات دي طبعا. اللي هو ده حضراتكم التخانه بتاعته 1 مللي والقطر بتاعه 6 مللي. فبتغيروا تجيبوا اورنجين كويسين وتحاولوا تجيبوا اورنجات ما تكونش بتتفاعل مع البنزين، ولو ركبت هتبقى الموضوع بيس وجميل جدا. وطبعا برضو لما تيجي تركبوه هو ليه دليل اتجاه معين، ما تحطوش في اي اتجاه عشان المسمار اللي زي ما قلت لكم الغفير بتاعه اللي بيركب هنا. ده بالنسبه لاستهلاك البنزين، ده جزء من اجزاء. استنوني في فيديو تاني هشرح لكم برضو جزئيه تانيه. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الفيديو ده مخصوص بناء عن اخواتنا في سوريا كلموني عاوزين يعرفوا حاجه في اللي بتحصل في الكربراتير، ان الكربراتير عنده بيستهلك بنزين والحاجه التانيه بتعمل كتمه، يعني عامله جزئيتين، عامل كتمه وكمان بيستهلك بنزين. فاللي انا هشرحه دوت ممكن اي حد في عربيته الشخصية يعمله. ركز معايا وشوف. بسم الله. أول هام طبعا أنا عاوزك تعرف ارتفاع العوامة بالنسبة لجسم الكربراتير، أنا قلبه ارتفاع العوامة، الارتفاع ده هو ده الارتفاع المثالي. لو بقت العوامة كده هيبقى البنزين قليل جوه حوض الكربراتير، ممكن تعمل كتمة معاك مع السرعة. ولو نازل لتحت شوية كده ده هيبقى يخلي البنزين زياده جوه الكربراتير وممكن العربيه تشرق من حضرتك. ده بالنسبه للعوامه. وخلاني اتكلم في العوامه برضو ان الاستاذ اللي طلب مني او الطلبات اللي طلبت مني بيقول لي طب اغير الابره، ده السبب اللي يخليك تغير الابره ان هي تكون بتشرق مش عشان حاجه ثانيه. بسم الله. من ضمن برضو العيب ده، ده حضرتك البيك. الاورنجات دي مهمه جدا. الاورنج ده حضرتك طبعا اللي انا بقوله لحضراتكم دوت ده الصنايع يبقى فاهمه قوي وممكن يعمله، وصاحب العربيه حتى لو ما عندوش خبره لو سمعني كويس وركز معايا هيقدر يعمل اللي انا بقول عليه. الاورنج ده التخانه بتاعته ديت، التخانه بتاعته ديت كده 1 مللي، والقطر ده كله كده 6 مللي. فالاورنج ده حضرتك 6 في 1، والاورنج ده 7 في 1. ويا ريت الاورنجات اللي تجيبها حضراتكم تكون من النوع كويس ما بتتفاعلش مع البنزين.
يعني ما بيحصلهاش ان هي تتمط مع البنزين. ده 7 في 1 وده 6 في 1. لو ركبتهم ورشيت سبريه هنا كويس، سبريه تنظيف في الجزء ده في الداخل، وركبت السوسته ديت، وركبت بعد كده البيك دوت مع الاورنجات، وفضلت تزق دوت كده كده كويس كام مره كده، وانت بترش سبريه هتنظف المكان اللي جوه كمان، ولما المكان اللي جوه ينضف هيخلي حركه البيك نفسها سهله وما يحصلش ان هو يعلق جوه. الحاجه الثانيه، الطبه اللي في براكب حضرتك عليه بعد ما تقفل كده، حضرتك شايف الارتفاع ده؟ يعني ركز معايا كده، كل ما انا بلف كده بص عمال يخش ده كده، بزود البنزين اللي نزل الموتور، وكل ما اطلع دي كده لبره كده انا بقلل البنزين اللي داخل للموتور كده. تعمل كتمة على الوضع ده كده، ممكن تعمل معاك كتمة، تيجي تزود تعمل كتمة في اول الدوسة. ومش كل العربيات بتعمل كتمة معنى كده انها توفر، لا، ممكن تعمل كتمة وتستهلك بنزين، فهي لا يصح الا الصحيح. احسن نسبة ان العربية تبقى فايقة بس ما تاكلش معايا بنزين. وانا احقق المعادلة دي ازاي؟ تبقى فايقة وما تاكلش معايا بنزين، ان انا استخدم اورنجات زي ما قلت لحضرتك كويسة، نوع محترم، ويكون اتاكد من ان هي ما تعلقش جوه. الحاجة الثانية ان انا اخلي الارتفاع ده، ده انسب ارتفاع مثالي، شايفه حضرتك الارتفاع دوت. وبعد كده سمي الله واقفل كده وادور عربيتي ان شاء رب العالمين، هتلاقي العربيه مفيش فيها كتمه وكمان استهلاك البنزين مظبوط. جرب وادعي لي. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض حضراتكم عن البيستم، الحركه الصح بتاعته عشان ما يعملش كتمه ويخليش العربيه برضه تستهلك بنزين. بص حضراتكم معايا، شايفين الحركه ديت من اقل نفخه هواء، يعني انا بعمل كده نفخه هواء بسيطه يحرك البستم ويرفعه لفوق، اللي هو البستم ده زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، دي الحركه الطبيعيه بتاعته. طبعا هنا جوه فينا مجموعه بلي، نبقى نرش عليها باي سبراي تنظيف، نتاكد انها نظيفه، وبعد كده نحط لها زيت باور، انور لكم عليها عشان تقدروا تشوفوها احسن. زي ما حضراتكم شايفين كده جوه هنا في بلي، زي ما حضراتكم شايفين اللي جوه دوت، رمان البلي دوت، نديله الاول سبراي كويس وننضفه. وزي ما احنا شايفين البستم كمان من جوه هنا، بيت البستم ما يكونش فيه رواسب وما نصنفروش. اوعى حضرتك دخل هنا ورق الصنفر او تصنفر الجزء دوت، لانك لو صنفرت الجزء ده هتقلل شغله وتبوظه، وما تدقش على الحته دي خالص. يعني البستم ده معلق جوه ثابت جوه الناحيه دي كده كده ولا كده، ما اوعى تفكر تخبط هنا بشاكوش ولا تخبط باي حاجه، لانك برضه لو خبطت هتطبق الجزء دوت وهتخلي البستم ده ما يبقاش سهل في الحركه بتاعته. في كمان عندنا هنا خرمين، نتاكد ان الاخرام دي نظيفه سالكه. وفي برضو هنا زي ما شايفين كده جرادات هنا بالظبط كده، في خرم رفيع قوي برضو. اتاكد لما تبخ حضرتك بالسبراي، لو ما عندكش هوا انت في البيت عندك السبراي بتاع النظيف، هتحط الماسوره بتاعته وتبخ، لازم تلاقي السبراي طالع لك من هنا من الخرم هنا. لو مش طالع من هنا تبقى عارف ان ده مسدود، حاول تسلكه بسلكه شعر او ترش سبريت بتاع الصدى وتسيبه شويه لغايه ما ان شاء الله يفك وينضف، عشان يشتغل البستم الحركه الطبيعيه بتاعته والسلسه ديت، عشان تقدر يديك كفاءه في الشغل. من ضمن بقى، ركز كده معايا حضرتك، من ضمن ان انت عاوز تخلي البستم في الصلانسيه كويس، تبقى تعلي وتوطي من ده مسمار التعليق التوطية لغاية ما تلاقي البيستم بالظبط في الوضع دوت، لازم يبقى ثابت. لكن لو لقيته في الصلانسيه عمال يتحرك كده، لو هو واضح عندك، لو بيتحرك كده تعرف ان العربيه مش هتبقى مظبوطه، تفضل تعلى وتوطي مش تدي كفاءه، وهتلاقي تدخن اسود. وبرده لازم زي ما قلت لحضرتك يبقى على الوضع ده وثابت.
الحاجة التانية لما يبقى راكب البستم ما ينفعش يتحرك الحركة كده، لا الحركة الطبيعية بتاعته تبقى جوه وبره بس، لكن يتحرك شمال ويمين هيبقى الدليل بتاعه، كنت اتكلمت عنه قبل كده الدليل دوت، هتلاقيه اكيد عامل تآكل، الدليل بتاعه لازم يبقى ثابت كويس، ما يبقاش فيه بوش كتير عشان ما يخليش البستم رايح جاي. طب كل اللي انا قلته ده يعمل ايه؟ ده يعمل استهلاك للعربية، خليها تصرف بنزين كتير، ويخلي كمان العربية تعمل كتمة. لو دوت اول ما زود بيتحرك حركة سريعة لورا، اول ما زود ايه بيتحرك حركة سريعة لورا، ده هيخلي العربية تعمل كتمة. والسوستة بتاعتها دي السوستة اللي بتبقى ورا البستم هنا، ولا حد يشدها يمطها ولا حد يقص منها، برضو دي من ضمن الحاجات اللي هتبوظها. ركز معايا، لو عملت النقط دي كلها عربيتك هتلاقيها ممتازة وان شاء الله ما تاكلش بنزين. استنونا في فيديو تاني ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد رسول الله. الجزء الثالث من حلقات عيوب الصناعية اللي بيعملوها. في بعض الصناعية بيجيبوا البستم شايفه تقيل، شايفه مش عاوز يتحرك، بيدق هنا، بيخبط هنا، بنفك، ببنسة، بشاكوش. انت الحق لو لقيته يعمل كده امسك شاكوش انت واديله على ايده وكسرها له، لان لما يدق هنا دق هنا ده المفروض يتحرك حركة سهلة دخول وخروج، لما يدق قوص ديت هتشتغل ازاي؟ شايفين عاملة ازاي الحتة دي؟ تاكل هنا عامل ازاي؟ هنا مفيش، جوه هنا لو بصينا جوه مش عارف الكاميرا تعرف تجيبها لكم ولا لا، جوه شايفين التاكل عامل ازاي؟ ده زي البيستن، زي البيستن بتاع الموتور والشميز، لازم يبقى سلس، سلس حركته سهلة. يعني بصوا حضراتكم لو عملت كده، بصوا تخيلوا، بصوا قفش ازاي، بصوا شايفين، بصوا قفش. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني اقول عليك ايه يا صنايعي، هي اللي بتشتغل وانت مش مدرك، مش مدرك، مش فاهم، الله يكرم اصلك ويبارك لك. قول لصاحب العربية ما بعرفش فيها، والله ربنا يجزيك اكتر وهتاخد حسنات اكتر وهتاخد فلوس اكتر، لكن ما تبوظ بلاش، لان ده دلوقتي مش رخيص. هتكلف صاحب العربيه ان هو يشتري جزء زي ده الجزئين دول، يا اما يشتري كربيتير تاني. ربنا يصلح لكم حالكم، يعرف يشتغل في حاجه يشتغل، ما يعرفش يشتغل في حاجه احسن لك سيبها لاهلها. شكرا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بعض الناس بيسالوني الكربيتير مهما اربط على مسمار الهواء بيدخل اسود، طب يا ترى العيب ده في ريك الصوانصيه ولا العيب دوت في الابره ولا العيب ده في ايه بالظبط؟ انا عاوز اخلي العربيه تتبطل مهما اربط على مسمار الهواء العربيه برضه بتدخل اسود. بعض الناس يقول لي بك الصواصير، طب خليك معايا كده، ده بك الصواصير بتاع العربيه، الخرم بتاعه ما بنقدرش نتحكم فيه ان احنا نوسع ولا نضيق، هو ثابت. كل اللي اقدر اعمله فيه ان انا اشوفه شغال ولا مش شغال. عشان تعرف شغال ولا مش شغال انا هسيب لك رابط في اول تعليق، كنت عامل فيديو قبل كده تعرف بيه ازاي تختبر بك الصنانصير دوت، وبرده في رابط تاني هسيبه لك تعرف الفرق ما بين بكات الصنانصير اللي بتوصل طرف واحد او اتنين طرف. مهما اربط على مسمار الهواء بتدخل اسود وتاكل بنزين. ركز معايا، ده البك بتاع السرعه بتاع الكربيتير، ممكن الورنجات ديت اللي هي اللي فيها العيب. طب انا اعرف ازاي الورنجات دي فيها العيب ولا مفيش فيها العيب؟ انا قلنا قبل كده الاورنج ده 6 في 1 ماسه 6 في 1 وده 7 في 1، لازم تتاكد. انا كنت مغيرهم، ابص عليه كويس قوي اشوفه مقطع متسلخ، طالما ولا متقطع ولا متسلخ يبقى ده سليم. طيب غير كده ايه تاني؟ مستوى البنزين بتاع العوامه، مستوى البنزين جوه الحوض او الابره برضه يخلي برضه المسمار الهواء ما يحسش وبرضه ياكل بنزين. وفي فيديو هعمله لكم ده خاص برضه هعمله لكم ان شاء الله عشان اعرفكم ان الوصلات في الجزئيه بتاعت السخان ديت برضه تعمل نفس العيب ده. ان شاء الله هبقى اجيب لكم كربيتير افك لكم السخان ده كله منه واوريكم تعملوا ايه برضه. هنا هعرفكم برضه كام لفه تقدروا تلفوها او تظبطوها ازاي بحيث ان انتوا لما تركبوا الكربيتير بعد ما تعملوا الشغل دوت وتقفلوه على العربيه باذن الله من فضل الله مجرد انتوا تدوروا هتلاقي كل حاجه مظبوطه. برضه هصورها لكم ان شاء الله. ده كان شغال بس ده مش موجود يخلي برضه نفس العيب ده يحصل، مسمار الهواء ما يحسش. شايفين مجرد ايه؟ طب ده مش شغال خالص، ده مش شغال ولا كهرباء ودي مقصوصه، اعمل ايه؟ لو ده مقطوع وده كامل زي ما هو الشكل ده كده وراكب، اعمل ايه؟ تشيل ده بس، اتاكد ان مفيش حاجه جوه هنا، مفيش اي حاجه جوه، وتسمي اللي هتركب دوت وتدور. شايف في هنا ايه؟ لو بصيت هتلاقي في الحته ديت نازله لتحت شويه.
لو بصيت هنا بقى هتلاقي فيه زي مجرم موجوده اهي جاهزه اللي تحت ديت. يبقى ده لما بيركب بيركب على الوضع ده كده. طبعا السوسته تبقى راكبه هنا زي ما احنا شايفين، شايفين الحته ديت يبقى راكب بالوضع ده، السوسته تبقى راكبه جوه. شفتوا كده؟ ده لو لف الحته دي، لو لفت في اي اتجاه تاني هيخش برضه عنوه يعني بالعافيه كده، هيخش بالعافيه. في بعض الناس بقى بيبقوا عاملين كده وحاطين ده ويقعدوا يربطوا ده كده، هم بوظوا الدنيا خالص، بوظوا الجزئيه ديت. بتبقى صعبه قوي علينا ان احنا نعرف نطلعه تاني، يعني طبعا الحته دي بتطول جامد. هو ده الوضع الصحي بتاعه زي ما انتم شايفينه كده. واقول لكم برضه عدد اللفات برضه هنا برضه ان شاء رب العالمين برضه في فيديو برضه منفصل عشان تقدروا توصلوا معايا اسلم حل يبعدكم عن استهلاك البنزين والدخن السوداء، وان يبقى كل امكانيات الكربيتير شغاله ان شاء الله. سامحوني ان انا كل شويه الفيديوهات، انا والله بحاول بس يعني الحمد لله ضغط الشغل بس عندي مخليني مش قادر ان انا اعمل فيديوهات كتير. دعمكم ليا ان شاء الله رب العالمين اقدر ان انا استمر واعمل لكم الفيديوهات كلها اللي انتم بتطلبوها عشان نقدر نوصل مع بعض ان شاء الله لاحسن طريقه للاستهلاك. استنوني فيديو تاني. سلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا كده معايا في شويه حاجات كده عاوز اوريها لكم. اول هام السوسته دي عدد اللفات بتاعتها 19 لفه، عدد اللفات 19. الاورنج ده لو بصينا عليه مع ارتفاع الجسم بتاعه، شايفين الارتفاع بتاعه؟ حاجه ثانيه بصوا معايا ديت، ركزوا فيها كده تبقى راكبه ازاي، شايفين الموضوع عامل ازاي؟ ولا تخش اكتر من كده ولا بتطلع اكتر من كده زي ما انتم شايفينها كده. الحاجات اللي انا بوريها لكم دي كلها، دي الحاجات دي بتبقى سبب ان هي تعمل كتمه في العربيه، فركزوا معايا عشان نعرف حلها ايه او نعملها ازاي. هنا مسمار الهواء او مسمار الخلط، طبعا في كتير مش عارف الورده دي، ركزوا معايا برضو لو سمحتوا. بص الورده دي عباره عن ايه؟ ده اورنج، ده اورنج كاوتش، وهنا الومنيوم. هي بتبقى راكبه في نفس الوضع ده، بنفس الشكل ده كده، تبقى راكبه كده جوه هنا، هنا هي راكبه وعليها سوسته، بيبقوا راكبين بنفس الوضع ده كده. طيب بصوا بقى معايا المسمار ده لما اللي هو مسمار الهواء لما يخش فيها، بصوا لو شال الاورنج الورده دي بتعدي بسهوله قوي، لكن عشان الاورنج محطوط، بصوا الاورنج ده محطوط عشان المسمار ده مش عشان حاجه ثانيه. شايفين عامل ازاي؟ المسمار الهواء برضو شايفين ده البنز ده، قلت لازم يتحرك هنا، هنا يبقى في المكان ده، يبقى على الوضع ده بالظبط، يبقى كده. شايفين؟ طبعا بتبقى راكبه زي ما قلت الاول الورده، الورده الاول بتركب وبعد كده السوسته وبعد كده المسمار. وطبعا المسمار ده المتحكم فيه اللي هو المسمار دوت، بيتحكم كمية الدخول جوه او خروجه. بك البنزين يخش فيه البيستن ويطلع بالطريقه ديت. هنا اورنج 6 في 1 وده 7 في 1، بيخش بالطريقه دي برضه، دوت بيبقى راكب هنا وبعد كده بالوضع ده. في حاجه ثانيه في كتير ما بياخدش باله منها بينساها، ركزوا معايا. شايفين الورده دي اللي ملهاش لازمه؟ لو انا بفك وقعت كده مني على ما اعتقد، يعني لما رحم رب ممكن ما ياخدش باله منها ويركب المسمار. طب انتوا عارفين المسمار ده لو ركب على طول من غير الورده هيعمل ايه؟ اقول لكم هيعمل ايه. المسمار ده لو ركب من غير الورده، تخيلوا بقى، هيروح رابط قوي، يروح قافل ضاغط على ده، يخلي البيستم ده حركته صعبه. الورده دي بتخليه يبقى راكب، يخلي البيستم يتحرك بسهوله. عرفتوا الورده دي مهمه قد ايه؟ الورده دي اللي انتوا شايفينها اللي ممكن واحد ما يركزش فيها، الارتفاع بتاعها دوت. طيب لو وقعت الورده دي اعمل ايه؟ ورده وقعت مش موجوده عندي المقاس ده، اعمل ايه؟ يا ريت بس طبعا يعني خليك حذر قوي، يعني حاجه بسيطه جدا جدا على الجلخ، تشيل الجزء هنا لا يذكر، وده انا ما انصحش بيه، لا انا انصح ان انت لازم تدور على الورده ديت. لازم تدور على الورده دي تركبها، وتركب بعد كده المسمار ده زي ما قلت لحضراتكم. الحاجات دي ركزوا معايا فيها عشان ده لو
قفش في مكانه ما اتحركش طبعا. ده طب ده بيعمل ايه؟ انا لما بفك على المسمار ده شويه، ركزوا معايا هنا، كل ما بفك كده بصوا، كل ما دي ترجع لورا، كل ما ده كمان يتسحب لبره، يتسحب لبره، معنى كده بزود كميه البنزين اللي داخله الموتور مع التزويد. ليه؟ لان ده بيركب كده، لما ارجعه لورا بدايه الحركه بتاعته، بصوا بدايه الحركه من هنا، لكن كل ما اربط لده على ده جوه يبقى بدايه الحركه بتاعته من هنا. معنى بقى فاهمين معايا؟ فده كل ما رجعه لورا كل ما بدي كميه بنزين اكتر للموتور. شايفين؟ بصوا معايا احسن وضع بيستم دوت لما يركب، شايفين النسبه دي اللي انا ربطها؟ هي قيمه صفحه منشار. شايفين النسبه دي؟ النسبه دي بس كده، وتحطوها طبعا هتقفله وتربطوا عليها. كل ده الحاجات اللي انا بوريها لكم دي يا جماعه، حاجات دي مهمه جدا جدا جدا. من فضل رب عليا، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، خيركم من علم العلم وعلمه. وانا الحمد لله رب العالمين يعني، والله بقولها لكم بتقوى وجه الله. عجبكم المحتوى ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب، مش عجبكم المحتوى خلاص، بس انا عارف ان انا اللي بعمله ده ان شاء الله يعني هيبقى في ميزان حسناتي وهينفعكم ان شاء الله. زي ما قلت لكم الاورنج ده لازم يبقى راكب، الاورنج اللي جوه برضو اللي تحت مسمار الهواء لازم يبقى راكب. لما نقفل ده ونربط المسمار ده، قلت لكم النسبه ديت، وتربطه وتحطه طبعا، ما تنسوش طبعا الورده النحاس بتاعته هنا، وتقفله. حاجه ثانيه مهمه المره الثانيه، شايفين ده وضعها بيبقى عامل ازاي؟ ديت دي لو لفت شويه كده او كده مش هتدي شغل مظبوط، مش هتخلي الموتور يسحب كميه البنزين المظبوطه اللي المفروض يسحبها. مركزين معايا؟ استنوني في فيديو تاني. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده كلامنا عن كربراتير المتسوبيشي. ليه بيعطل؟ جات لي رسائل من ناس بيسألني، بيقول لي الكربراتير عنده بعد ما غير له طقم اصلاح مش عاوز اصلا يدور على عربية. فهو بعيد عني مسافة بعيدة، مش هيقدر يجي لي انه بلد تانية. فحبيت اوري له ايه العيوب اللي ممكن يعملها الكربراتير، او السبب اللي ما يخليش العربيه تدور. انا هشرح لكم النهارده في الفيديو دوت ايه اللي ممكن يخلي الكربراتير ما يدورش الموتور. وانت تراجع بنفسك، طالما انت عندك خلفيه وانت اللي هتراجع، فانت تراجع وتشوف ايه اللي موجود اللي شفته هنا عندك في كربراتيرك وتحله ازاي. يا ريت اذا كان المحتوى عجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه بتاعتي. هنشوف مع بعض وهنبتدي. بسم الله. طبعا دي طريقه حل الكربراتير عشان نبتدي نشوف العيوب اللي فيه. بالنسبه للكربراتير المتسوبيشي ان شاء الله يعني العيوب اللي فيه باذن الله هنحلها مع بعض، هنفهمها كلها دلوقتي مع بعض. ايه السبب اللي ممكن يخلي كربراتير ما يدورش العربيه؟ من ضمن الاسباب اللي بفك عشان اوريها لحضراتكم، ان يكون العوامه نفسها تكون قافله قوي ما بتدخلش بنزين. لو ما دخلتش بنزين للكربراتير، لحوض الكربراتير، يبقى العربيه مش هتدور. اللي هي ديت ممكن العوامه ما تبقاش الارتفاع ده، ممكن تبقى عامله كده، بمعنى ان الريشه ديت ده يكون طبعا انا ما شفتش الكربراتير بتاع الناس اللي بعتالي على القناه اخباره ايه، ولا حتى صوروا لي وقال لي بس المعلومه، تبقى العوامه عامله كده زي ما انتم شايفين كده. الوضع ده كده مش هيدخل بنزين هنا اصلا، فده بيخلي العربيه ما تدورش. العيب التاني ان يكون الرشاش اللي هو من هنا ده يكون مقطوع، فبرضه مش هي. بس هو ما هيبقى مقطوع ازاي؟ ده هو لسه بيقول لي ان هو مغير طقم اصلاح.
قوي يكون ده راكب غلط فما بيتحركش ما بيشتغلش كده. لو ما بيشتغلش كده برضه مش هيرش بنزين فهيخلي الدواره صعبه. اي يكون الرشاش نفسه من هنا تنفخ في الهواء ما بيجيش هنا. من ضمن العيوب ان يكون البستم ده ثابت ما بيتحركش او تقيل او في حركته. لو تقيل البستم في حركته زي ما انتم شايفين هو هنا طبعا سلس، لكن هو لو تقيل في الحركه بتاعته برضه مش هيخلي العربيه تدور. برضه من ضمن العيوب ان يكون البك اللي هنا اللي هو بك البنزين، طبعا دي طريقه حله برضه، لازم ده المسمار دوت يتفك. زي ما حضراتكم شايفين ان يكون ده الاورنجات بتاعته دي مقطعه، فاكيد لو مقطعه مش هتدخل بنزين كتير قوي لدرجه ان هي مش ممكن ما تخليش العربيه تطول. فدي بعض او دي العيوب اللي تخلي العربيه ما تدورش بالكربراتير. وريتها لحضراتكم. وما تنسوش لو المحتوى عاجب حضراتكم او شايفين المحتوى هادف اتمنى ان انتم تدعموني بالاشتراك والمتابعه، وما تنسوش تعملوا لي شير كمان عشان ده يشجعني ان انا اعرف ان ده مفيد لكم ويساعدني ان انا اكمل معاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. شكرا لكم واتمنى ان نشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كربراتير الشاهين عيوبه غلطات كمان اللي بيقع فيها الصناعية، ده اللي هنشوفه النهارده مع بعض. ما تنساش تصلي على الحبيب، ركز معايا. أول غلطة غلطات بيقع فيها الصناعية إن هم يحطوا سيليكون زي ما أنتم شايفين. هل أنت ضامن إن السيليكون ده مش هيعدي في المجر ديت الإخرام اللي هنا؟ الإخرام ديت ضامن إن أنت لما تحط سيليكون السيليكون ده ما يعديش في الإخرام؟ بص حضراتكم السيليكون عامل ايه زي ما انتم شايفين. طبعا مفيش سيليكون خالص اتحط في الجوانات ديت، يا ريت، ولا هنا ولا جوانات الوش، ولا الوش ولا جوانات النص. يا ريت بلاش السيليكون. السيليكون ده مصيبه من مصايب السيليكون بالنسبه للكربراتير، مشكله ما تحطهاش خالص. الحاجه الثانيه في هنا مصفه في الحته دي بالظبط، دايما بتبقى مكتومه، المفروض ان انا لما انفخ فيها كده تطلع على طول، من كتر ما هي مقفوله مش عاوز تطلع. فطبعا دي احنا بنطلعها بالعافيه بس باذن الله نطلعها، لانها لو ما طلعتش العربيه ما بتظبطش صلانسيه، ودي من ضمن العيوب الكتيره اللي بتعدي على الصناعيه زي ما انتم شايفين اهي. بصوا حضراتكم يا ريت بس بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا شايف كل دي رواسب، دي مصيبه في حد ذاتها، دي تخلي العربيه استحاله تمسك صلانسيه زي ما انت شايف كده حضرتك. خراطه لو بصينا عليها هتلاقي الباب منور خالص، مسمار التعليق والتغطيه يعتبر اتلغى ونقفل ونبص عليها هنا في النور. بصوا في النور شايفين منوره ازاي، ودي من غير ما احط لك كمان كشاف وراها. الجزئيه ديت المفروض ان هي الصنايعي مطببها قافلها، ومع ذلك مليانه بنزين. برضه هقول لكم برضه حلها ايه. كل الحاجات ديت تخلي العربيه ولا تمسك صلانسيه وتفضل تاكل في بنزين. وصاحب العربيه طبعا مع الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها هيشتكي، لا ركز معايا وشوف عربيتك بيحصل فيها ايه وكربراتيرك بيحصل فيه ايه عشان تقدر توفر بنزين. انت نفسك ممكن تمد ايدك وتعمل الكلام ده، بلاش السيليكون ده زي ما انت شايف. السيليكون طبعا زي ما انت شايف كده سادد الميجر بتاعه الصلانسيه، فيا ريت تهتم بالحاجات ديت. دي بجوانات كويسه، نوعيه كويسه، وقفلها بدون سيليكون خالص. بكات السرعه، البك بتاع الباب الاولاني قلت لكم 110 والبك بتاع الباب الثاني 130. طبه الهواء اللي فوق اللي هو او بك الهواء الشغال بيبقى او
البيك الاولاني يبقى 150 والبيك الثاني 165 او 160. الحاجات ديت مهمه قوي، ركز فيها. كل ده هيوفر لك بنزين ويخلي لك اداء العربيه عندك احسن. هنقفل شويه نكمل بس حل فيه نحله عشان ما اطولش عليك في الفيديو، ونرجع تاني نشوف مع بعض حلولنا ايه او ايه اللي عملناه عشان العربيه تتظبط. ودي كانت بعض من عيوب الكربراتير الشهير في استهلاك البنزين. ورجعنا تاني مع بعض ان شاء الله عشان نكمل ونشوف بعض عيوب الكربراتير بتاعت الشاهين والتمبر. الكربراتير الشاهين والتمبر الاثنين يعتبروا حاجه واحده. طبعا من ضمن العيوب الابره غيرناها طبعا لانها فيها نسبه تفاوت بترشح ما يقفلش كويس. نسمي الناب نركبها مع بعض اهو. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده حضرتك لما بشد الهواء بيحصل بيخلف الهواء، بيبقى مفيش نسبه تفاوت خالص. هي دي الطريقه الصح ان انا اختبر بيها الابره. وطبعا كنا برضو من ضمن العيوب برضو كنا شفنا ايه فلتر بتاع السلاسل. والفلتر ده حضراتكم الفلتر ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي ذكرتها ووريتها لحضراتكم، واظن شفتوها قد ايه موجود فيها رواسب مخليها طبعا ده كان مخلي العربيه طبعا ما تمسكش التوانسيه خالص. فهو الفلتر بنركبه تاني. وهنا هنا في طوق رفيع قوي يكاد يكون 50 برضه، نتاكد ان هو. بصوا حضراتكم ركزوا معايا في دي لما هتيجي تفكوها وتيجي تسقطوها تاني ما تقفلوهاش كده، ما تنزلوهاش كده. الشق هي فيها شق، حاولوا تخلوا الشق الناحيه دي ماشي بالطول بالاتجاه دوت اللي هو الشق ده، خلوه كده. طب ليه؟ المجرى هنا لهنا عشان تدي البنزين لبيك الصناصير، فاحنا لو عملناها كده ممكن تقفل المجرى ده، فخليناها لازم نخليها ايه؟ اتمنى ان هو يكون موضح معاكم يكون كده. زي ما انتم شايفينه كده بالوضع دوت. ده عشان يدي نسبه البنزين. الحاجه الثانيه الجوانب بتاعتنا. الحاجه بقى المهمه اللي عاوز اوريها لحضراتكم هنا، ركزوا معايا في الجوان. شايفين المجرى ديت؟ دي مهمه جدا. في بعض الناس لما يجي يركبوا الجوان المجرى دي، المجرى دي تبقى مقفوله يا اما تمشي تتحرك كده بصوا كده او كده. لا انا لازم تبقى راكبه في النص بالظبط بحيث ان هي تديني الثقب اللي تحتيها موضحاها كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت جايب شويه لو قفلت كل حاجه مكانها هتديني الفتحه دي مظبوطه. ركز قوي في الفتحه ديت لان لو المجرى جت الجوان جري كده ولا كده هتعمل معاك مشاكل برضه في السلانسير. وقبل كده اتكلمنا على ارتفاع الابره بس برضه هنشوفه مع بعض تاني عشان تدينا النسبه المظبوطه جوه الخوط بتاع الكربراتير. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. احنا كده هننزلها شويه. زي ما شايفين كده حضراتكم. بصوا شايفين النسبه دي؟ هي ديت. يبقى العوامه في الارتفاع ده كده. دي هتديك نسبه جوه الحوض كويسه بحيث ان العربيه تبقى فيها سحب كويس ما يحصلش ايه كتمه في السرعات. برضو هنا بالنسبه للقعده احنا طبعا الحمد لله فوق ربنا علينا عملناها. بصوا معايا الجوان ده، ركزوا كده معايا حضراتكم. الجوان ده ممكن يركب كده صح؟ وممكن برضه هو بصوا بصوا اهو بس هيركب كده. شايفين كده؟ ترى في فرق؟ في فرق كبير جدا، فرق كبير قوي. ان شايفين بصوا حضراتكم معايا شايفين هنا الفتحه ديت لو ركبته كده بصوا يبقى فين؟ اللي هو كده. بصوا الفتحه فين؟ هنا، انا عاوزها هنا. لكن لو عكست هيبقى كده. وشفت كتير صناعيه مقفله الكربراتير كده. طبعا لو قفلوه كده ده مش هيشغل برضو مجرى الصناصير. هنركب الجوان بتاعنا. احنا بعد ما عملنا الخراطه بسم الله. طبعا الحمد لله ما بقاش فيه خلاص بوش في الاكس نهائي. طبعا اتمنى انكم شفتوها كويس. ده من فضل رب عليا يعني. ركب كده القاعده ومسامرها. يا ريت في الاصوات الخلفيه بس عشان في جنبنا فرح فسامحوني على الاصوات الخلفيه دي واتمنى ان ما اكونش ظاهره. بس انا حبيت اعمل لكم الفيديو دوت في فرصه عشان العربيه اللي كانت واقفه معايا فمش هقدر اعطل اكتر من كده عشان اقدر اصور لكم الفيديو.
زي ما وريتكم كده ميجا بالسلانسيه الثانيه تكون شغاله كويس، ما تكونش فيها اي مشاكل، بتكون سالكه. وفي الجوان النص ما يكونش راكب بطريقه غلط، يكون راكب على وضعه الصحيح. الحلقه اللي جوه مجلس الصلاصيه برضه يكون سالك، والجوان بتاع الوش يكون متقفل في مكانه صح. بالنسبه للرشاش السكس بالف بتاع الرشاش لازم يكون بياخد في اتجاه واحد بس، يعني بتنفخ هواء من هنا ما بيطلعش كده، لازم عشان يديك دوسه مظبوطه في الرشاش وما يعملش كتمه في اول الدوسه. فنتاكد برضو منه بعد ما نخلص كده تقفيل ونركب الرشاش بتاعه، هنتاكد منه ونحط بنزين ونشوف الضغط الدوسه عامل ازاي. كل الحاجات دي بتفرق. تهونش تقول دي حاجه بسيطه، مفيش حاجه اسمها بسيطه في مجال الميكانيكا او الكربراتير. وده زي ما انتم شايفين حضراتكم الرشه، بصوا من اول الدوسه، من اول حركه كده، بسم الله، بصوا من اول حركه اتحرك بس كده اكسلاتير، زي ما انتم شايفين كده الاكسلاتير حرك كده اكسلاتير يرش. وده طبعا ده النسبه المظبوطه ان هو يرش بيها، ده عشان ما يدينيش كتمه في الدوسه. بالنسبه للبكات احنا قلنا هنا بيركب حضراتكم 110 والبك الثاني بيركب 130، 110 و130 السرعه العاليه. السرعه العاليه 130 والسرعه الاولى اللي هو الباب الاولاني بيركب 110. ان شاء الله برضه هنوريكم الاداء بتاعه ان شاء الله على العربيه باذن الله، بس لما نكمل تقفيل بسم الله. ودي طريقه ان احنا عشان ما نبوظ العوامه، بص حضرتك بتقفل بالطريقه دي عشان ما تتنيش عوامه ولا تتني. بسم الله زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الطريقه. طبعا مجرد ما قفلت كده بتختبر تشوف العوامه حره ولا لا، اللي هي بتعمل ازاي، بتنفخ كده نفخه وتقلب كاباتير اهي كده قفلت كده ابلي. فمعنى كده ان العوامه عند حضرتك جوه حره، مفيش حاجه معلقاها، عشان برضو تتاكد ان العربيه ما تشرقش. وبنسمي اللي ركب مسمارين اللي فوق بتوع الوش ده حضرتك برضو. ده كان بيك صنصيه، المفروض ان هو كان كهرباء، بس هو جاي لي ملغي، جاي لي العربيه ملغي. فده بيبقى راكب حضرتك يا اما 50 النسبه بتاعته، يا اما 50 يا اما 55. وفي ان شاء الله انا عامل فيديو لده، بسيب لك اللينك ان شاء الله برضه عشان تشوف الحاجات دي بالكات ديت وتفهم عنها اكتر، استيعاب اكتر. اهم شيء برضه ان احنا نبقى متاكدين ان ده يبقى مربوط كويس، البك ده يبقى مربوط كويس، ما يبقاش سايب. اه كده في مشكله معايا، مش عاوز يربط كويس. هنفك ونشوف فيه ايه، ايه اللي مخليه مش عاوز يربط كويس، عشان لازم يبقى رابط كويس عشان البنزين يعدي من خلاله. السن هنا جوه حد كان مركب البيك قبل كده بس ركبه على سن غلط، فبصوا السن عامل ازاي، فاستحاله البيك يربط للاخر. والبيك بتاع الصناصير لو ما ربطش للاخر يبقى معنى كده العربيه الكربراتير ده هياكل بنزين. نسمي الله ونمشط السن بسم الله عشان نعدله، عشان نخلي الصناصير يربط للاخر زي ما انتم شايفين كده معايا. بسم الله. طبعا هو السن، احنا ما بنجيبش، ما بنعملش سن تاني، لان لو عملنا سن تاني الموضوع دخل مننا في موضوع اصعب. زي ما انتم شايفين كده طبعا هتاكد ازاي ان هو نضيف. لا انفخ بالهواء من عند مسمار الهواء، من مكان مسمار الهواء هتلاقي الفرايش او الحاجات اللي احنا مشطناها طلعت لنا من المكان ده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. بسم الله. اهو الفرايش اهو طلع زياده. بسم الله بسم الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، كده بيك الصناصير كده ركب للاخر كده زي ما انتم شايفين كده تمام. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك. هنقفل بقيه الكربراتير وكده، يبقى فاضل لنا بس الماسورتين وبكات الهواء.
اللي هي بكات الدفع اللي بتبقى من فوق. فبكات الدفع من فوق ديت زي ما قلت لحضراتكم بيبقى البيك بتاع الباب الاولاني بيبقى 150 او 155، بيك الباب الثاني بتاع الهواء 160 او 165. وبالنسبه للمواسير بتاعه الباب الاولاني زي ما انت شايف كده حضرتك، بص معايا، دي ماسوره الباب الاولاني، دي ماسوره الباب الاولاني، ودي ماسوره الباب الثاني. يا ريت ما تتلخبطوش فيهم، عشان انا طبعا بقول الكلام ده ليك انت كصاحب عربيه، عشان ممكن انت تحب تفك تنضف تعمل عشان ما تتلخبطش معاك. حاجه ثانيه، بص حضرتك معايا تعمل كده باي شوكر فيها، شايف؟ بص بص الاتربه اللي هتنزل منها دي، من ضمن الحاجات اللي بتبقى تخلي العربيه تاكل بنزين اللي انت شايفه ده، لازم تتاكد ان هي نظيفه من جوه زي ما انت شايف. بص شايف ده برضو يرجع برضو اهمال ان انت بقالك فتره طويله ما غيرتش فلتر العدمه. فلتر الهواء ده مهم جدا، اللي هو فلتر العدمه، بتلاقي الحاجات دي كده لازم تنضفها برضو زي ما انت شايف كده. لما تنضفها تلاقي العربيه برضو يدت اداء معاك احسن في توفير البنزين. قلنا ايه؟ قلنا الماسوره ديت زي ما انت شايف كده في البيك او في الباب الاولاني هنا، ودي ماسوره الباب الثاني الجنب دوت زي ما انت شايف كده. وبكات الدفع زي ما قلت لحضرتك في البيك ال 150 155 وال 160 زي ما قلت لك على اماكنهم، باب الشغال الاولاني والباب الثاني. هنقف ان شاء الله عشان نشوف اداؤه مع بعض ان شاء الله العربيه هيبقى عامل ازاي. بسم الله كده احنا لسه اول جوار اهو حضراتكم، لسه بنسمي الله وبندور مع بعض. ده بالنسبه لمسمار الهواء زي ما انتم شايفين كده، مسمار العربيه بطلت. بسم الله دوت بطلت عشان مسمار الهواء قفلنا عليه. دور ما تزودش حضرتك. دور بسم الله. دور. دور بسم الله. لا. دور. زود العربيه شويه طبعا هي كانت جايه طبعا مش هتفتح مهبب معاك قوي زي ما انتم شايفين. بصوا العربيه بتضرب بنزين لفوق، رصيص بنزين لفوق ده طبعا هي مش هتوضح مش هتبان قوي. عشان البوجيه بتاع العربيه مهبب قوي. يا الله المستعان، احنا ما غيرناش بوجيهات شغال، دورت على نفس البوجيهات اللي جايه عليها مهببه. كده من فضل رب عليا شفنا مع بعض كربيتين الشاهين او التمبر الاثنين واحد، العيوب اللي بتبقى فيه بعض العيوب اللي فيه. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه ودعمكم بلايك وشير، ده بيساعدني ان انا اعرف ان المحتوى اللي انا بقدمه محتوى هادف وبينفعكم، وربنا يجعله دايما ان شاء الله ينفعكم وينفع غيرنا. وشكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله، ورجعنا لكم في فيديو جديد. مش عارف اقول لكم ايه، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ده كربلاتير سين من الناس صلحه، وصاحب العربيه الله يكون في عونه. طبعا انا عمال اشوف حاجات
وقول اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. هو المفروض ان هو يعمل له خراطه للباب وقلب للعكس. المفروض خراطه للباب وقلب للعكس. ده حضراتكم الباب. بصوا حضراتكم الباب عامل ازاي؟ شايفين؟ شايفين معوج ازاي الباب؟ ده مش احنا اللي معوجينه، ده المسطى هو اللي معوجه. طبعا معوجه ليه؟ هقول لكم معوجه ليه. وده مفروض الخراطه. طب هي فين الخراطه؟ فين هنا الخراطه؟ اذا كان الكلباتير ده يا دوبك متصنفر بصنفره، مش معمول خراطه فيه. الكلام ده طبعا ما بناشد بيه اللي عمل الكلباتير، ربنا يسامحك يعني. لما تقول على حاجه اعملها، قلت هنخرط يبقى اخرط، يا اما ما تقولش، يا اما ما تخرطش. لكم فلان صاحب العربيه. الحاجه الثانيه رشاش مركبه له زي ما هو بالعيوب اللي فيه، مسمار الهواء، مسمار الهواء راكب من غير اورنج، والمكان بتاع المفك مفتوحه قوي، مش اي مفك يخش جوه عشان يقدر يظبط منه. البكات بتاعته ملمع له البكين القدام ومركبهم. طب بص فيهم وشوف الفتحه بتاعته الداخليه، هل هي فعلا نفس الليمت المظبوط او هي فعلا دي ثقب 110؟ مش هقول غير لا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يدي كل واحد على قد نيته وضميره. واتمنى ان اي صاحب عربيه يتحرى الاول الصنايعي كويس اللي رايح له عشان ما يقعش في المشكله ديت. طبعا العربيه ديت ولا فيها صلانسيه وفيها كتله وفيها استهلاك بنزين، وربنا يعوين عليها ويبوظ وشنا معاها. وان شاء الله ان شاء الله بعد ما نخلص الشغل ونظبط العربيه ان شاء الله لينا لقاء مع الاستاذ صاحب العربيه عشان يقول لنا رايه ايه في الشغل. استنونا وتشوفوا معانا ان شاء الله كل جديد ومفيد. شكرا لكم. والباشمهندس رجع لنا اهو بعد فتره بنعمل تشيك اب عليها كده نتاكد مع بعض على الشغل اللي عملناه. كان الوجيه بتاعها كان مهبب، وبرده هنسمع برده الكلام ده من الاستاذ صاحب العربيه ونشوف مع بعض الوجيهات عامله ايه. والله مستعجل. بسم الله. طبعا العربيه اللي بتاكل بنزين لازم بتلاقي البوجيه بتاعها كارب اسود خالص. برضو العربيه قايل له فيها عيب كده، عيب في الكتينه، وهنتكلم مع بعض شويه دلوقتي عشان اشرح لكم ايه عيوب الكتينه او بتعمل ايه عشان تبقوا برضو معايا في الصوره. زي ما انتم شايفين الشمع دلوقتي كده بيضت ايه زي ما شايفين حضراتكم. بس طبعا ده في احسن من كده، والاحسن من كده هيجي بالظبط المهندس هيروح بيه للصنايعي عشان يعمل الكتينه. وانا كنت لما شفت العربيه قلت له على العيوب اللي فيها. الكتينه ممكن تخلي العربيه حريق مش كويس، وبتبتدي العربيه تبقى ملخبطه، ما بتظبطش الصنانسيه كويس، مهما حرك الاسبلاتير شمال ويمين بتلاقي العربيه فيها على طول هزه، مع ان مسمار الهواء تلاقيه بيحس يعني اربط لخبط ويبطل العربيه، لكن تلاقي على طول العربيه فيها هزه، الموتور فيه هزه، مهما تحاول تعمل فيه لازم تلاقي فيه هزه كده رجه. ف ده بيبقى عيب الكتينه بتاعت العربيه. هندور دلوقتي ان شاء الله مع بعض ونشوفها كده، ناخد راي الباشمهندس صاحب العربيه. باشمهندس مصطفى. هو عم عادل احنا مش اول مره اساسا نتعامل مع بعض. عم عادل انا اساسا اعرفه من سنه 2014، وكان عندي عيب خبيث برضه في عربيه 131، وبسم الله ما شاء الله على عم عادل هو اللي ظبط الدنيا كلها. العربية دي اساسا انا رحت لصنايعي سين من الناس، مش لازم نقول اسمه ايه، الصنايعي دوت عمل الشغل اول ما مسك الكربراتير. انا راح اساسا بعيب، العيب هو اساسا مش عيب كربراتير، العيب في الاصل هو كان عيب مشط، المشط كان بيقطع بتاع العربية. فقالوا لي ان هو عيب كربراتير، رحت للصنايعي فوجئت بالصنايعي راح مسك الكربراتير قال لك ده عندي عايز اكس وباب وتستهلك بنزين ومش بتستهلك بنزين وما اعرفش ايه. انا من النوعية اللي هو لما الصنايعي بيقول لي حاجة بقول له امين ما عنديش مشكله. فالمهم الصنايعي مسك الكربراتير فكه وعمل الشغل اللي فيه وركب اكس وباب وظبط الدنيا زي ما على كلامه يعني. خدت العربيه ومشيت بيها. بعد ما مشيت بالعربيه للاسف الشديد وما تقلتش رجليك على البنزين والدبرياج مع بعض، العربيه ما بتطلعش معاك والصرانسيه بتاعها مش مظبوط. رجعت له تاني بعد ما رحت للميكانيكي وقال لي ده عيب في الكربراتير، رجعت له تاني حل الكربراتير حته حته عمل فيه شغل تاني وخدته ومشيت. ورجع نفس العيب تاني ورحت الميكانيكي تاني والميكانيكي رجع لي ليه تاني وبرضه فك الكربراتير وعمل شغل فيه. اول ما عرفت ان عم عادل رجع رحت جاي له على طول.
بسم الله ما شاء الله على عم عادل لكعت ومش جديد عليه يعني مسك الكربراتير فكه حته حته. طبعا لقينا الشغل اللي اتعمل كله اساسا ولا ليه اي قيمه ولا ليه اي لازمه وغيرنا الشغل كله من اول وجديد. انا النهارده جاي لسبب بسيط يعني انا جاي عشان اعاده ضبط مش اكتر من كده انما الحمد لله رب العالمين العربيه زي الفل واذا كان فيها عيب النهارده فهو العيب اللي موجود فيها يعني ضبط كتير اروح اظبطه والدنيا زي الفل تمام مش تعبان غير الاول. فانا متشكر جدا على المعادي وربنا يجازيك خير يا رب. الله يجازيك خير يا مصطفى شكرا لزوج حضرتك وتعاونك معانا. سمي الادوار يا مصطفى. بسم الله زي ما حضرتك شايفين بص حضرتك الهزه ديت اهي الرجه ديت مهما نعمل في العربيه في الوقت الحالي ان انا اقدم كهرباء واخر كهرباء او حتى اظبط مسمار هواء ده مش هيروح ده بسبب العربيه فيها سنه في الكتيره. حاجه ثانيه انا طبعا مش عارف الصوره هتيجي معاك ولا لا ده عشان نقول مثلا لو زودنا كده حضرتك وثبتنا ايدينا مفروض ان العربيه لو هو عيب كربراتير العربيه تبطل هزه لكن هي وهي متزود كده كمان برضو العربيه لسه فيها هزه. فالله المستعان باشمهندس يظبط عيب الكتينه ديت ويجي لنا ثاني هصور معاه ثاني واوريكم العربيه بقت عامله ازاي ان شاء الله. تابعوني وان شاء الله تشوفوا معانا كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بالنسبة لكربراتير الشاهين عندنا نوعين من العوامات. بصوا كده حضراتكم شايفين ديت بتلمح دي مفرغة من جوه لكن ديت حاسس ان هي مط دي مش مفرغة من جوه. لو فكيت العوامة ولقيتها تقيلة او عملتها كده لقيتها بتترج يبقى اعرف ان هي فيها معبية بنزين. بص حضرتك شكل العوامة بتخرج من هنا جيب بونطه رفيعه شوكه رفيعه قوي تخرج من هنا المكان ده بالظبط والمكان ده. طبعا الفرده المخروقه اللي هي تقيله بتخرج في الفرده التقيله هتلاقيها وتقعد تعمل كده او تنفخها بهواء لغايه ما تفضي البنزين منها. بعد ما تفضي البنزين منها وتتاكد البنزين فضي خالص وتسيبها شويه تتاكد ان هي مفيش حتى فيها تعريق بنزين هتجيب معجون لحام اللي هو القرنديل وتسد هنا تاني مكان ما خرمت وهتعيش معاك لغايه ما ربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تجيب عوامه او تلاقيها. ده بالنسبه للعوامه المفرغه. لكن العوامه المصمطه لو لقيتها تقيله فموضوع صعب شويه. لو قدرت تفهم او تعرف انهي فرده التقيله انهي فرده التقيله وهي تقيله بقى خلاص مش ملهاش حل يعني ما تفضاش امسكها كده كويس وشدها انطرها واستغنى عنها خالص وشغاله في فرده واحده وهتشتغل معاك. بس في حاله ان تكون الابره اللي راكبه الابره بتاعت العوامه تكون ابره كويسه نوعيتها كويسه تكون ايطالي مثلا هتشتغل معاك ساعتها. بس في فرده واحده اللي هي الفرده الخفيفه بس طبعا لازم تركز قوي فين الفرده التقيله وفين الفرده الخفيفه عشان ما تشدش العكس لان اللي اتشدت مش تركب تاني خلاص. ده بالنسبه للعوامه. لو العربيه طبعا بتشرق ديت اللي بتتفضى دي اللي بتتفضى دي ما تتفضاش. لو ركزت معايا تخرج هنا وهنا في الفردة اللي فيها بنزين وتخرجها بدبوس وتفضيها بعد تأكد ما فيش اي بنزين فيها خالص او اي تعريق حتى بنزين الحمى معجون لحام. بس لما تتأكد ما فيش فيها حتى تعريق خالص لازم تبقى فاضية تماما من البنزين الحمى هتعيش معاك فترة لا بأس بها. بالنسبة لارتفاعها ارتفاع الإبرة نفسها أو ارتفاع العوامة نفسها بتبقى النسبة المثالية زي ما انت شايف كده حضرتك ده الارتفاع كويس ولا تحت عن كده ولا فوق عن كده. وطبعا لازم تتأكد إن الريشة دي كمان عشان دي بتعدي على بعض الصناعية تأكد إن الريشة دي تأكد إن الريشة ديت جوه ما تبقاش مفرودة لبره. يعني في بعض الناس بيسيبوا ريشه ديت معموله كده. طب ما هي معموله كده لما تركب بقيه الكربراتير هتعملها كده. بقيه الكربراتير بقى جاي هنا كده الجسم بتاعه فمش تخلي العربيه تخلي العربيه تشرق. لا لازم تتاكد ان الريشه ديت اللي جوه كده. يعني انت لو بصيت كده بص الجوان نفسه الحز بتاع بقيه الجسم الكربراتير هيبقى كده. فهمت معايا؟ ركز في الحاجات البسيطه ديت عشان العربيه ما تشرقش منك لما تقفل تبقى الموضوع تمام قوي. وما تنسوش الاشتراك معايا في القناه.
شكرا، استنوا الفيديو الجاي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده هنتكلم عن بك الصرامصي الشهيد. ايه الفرق ما بين ان هو يكون شغال كهرباء او شغال عادي؟ الميكانيكي جاب بك صرامصي كهرباء بعد 15 يوم الكهرباء بتاعته باظت، فالميكانيكي حوله العادة. ايه الفرق؟ الفرق ما بين الكهرباء والعادة ده بك كهرباء. لو فكيت كده جزئية البك هلاقي فيه صباع زي ما احنا شايفين كده. ما ينفعش ان انا الغي الكهرباء منه واخليه زي ما هو كده واشغله واقول كده واشتغل، لا، اللي هو زي ده لازم اعمل حاجتين. ده كهرباء بشيل الجزء ده كده زي ما حضراتكم شايفينه، او اقصه بالقصافه واركب الجزء ده كده تاني واوصل، او ان انا اجيب بك الموديلات اللي بتتعمل هاند ميد، تعمل تصنيع بيبقى بالوضع ده كده، مفيش فيه كهرباء، مفيش فيه جزئيه، بيبقى كده زي ما احنا شايفين كده حضراتكم، وبركبه. يا اما الغي دوت اللي هو بيبقى شغال كهرباء، اشيل الجزئيه دي زي ما قلت لحضراتكم، اشيل الجزئيه ديت واركب كده واركبه. طيب ايه الفرق بقى ان انا اشغله كهرباء او غير كهرباء؟ هو الاثنين زي ما قلت لحضراتكم واحد، ان انا اشغله كهرباء، بس زي ما حضراتكم اشتكيتوا ان هو بعد فتره بسيطه بيبوظ، لان ده عباره عن ملف جوه مغناطيسي، اول ما بيوصل الكهرباء المفروض ده بيرجع لورا كده، اللي هو بيرجع لورا عشان يسمح بظهور البنزين، او ان انا اسيبه عادي اشيل دوت واوصله. ده كل الفرق، ان انا لما افتح كونتاك ده يرجع يسمح بظهور البنزين يخلي العربيه تدور صلاصية. ده اللي حبيت اقوله لكم عن بك الصرامصي الشهير الكهرباء والعادي. شكرا.